بسم الله الرحمن الرحيم. مثال ثاني في تحويل الأرقام من النظام العشري إلى النظام الصناعي. عندنا رقم 915 في النظام العشري مطلوب تحويله إلى النظام الصناعي. كما شرحنا في الفيديو السابق أنه عندنا مجموعة خطوات قوم بها، واللي هي أولاً القسمة على القاعدة وأخذ باقي القسمة التي تمثل البت الأول. قسم 915 على 2، الناتج راح يكون 457 والمتبقي هو 1، وهذا المتبقي الواحد هو اللي يمثل شنو قيمة البت الأول. يعني عندنا قيمة البت الأول تساوي 1. وإذا نجي للأربعمية وسبعة وخمسين أيضا نقسمها على 2، يطلع عندنا 228 ومتبقي 1، وهذا هو قيمة البت الثاني اللي راح يكون 1. وإذا نجي للميتين 228 قسمها على 2 راح تساوي 114، وهنا المتبقي جد راح يكون 0. يعني قيمة البت الثالث جد عندنا قيمته 0. الآن عندنا الناتج 114، فإذا نجي ناخذ 114 ونقسمها على 2 حتى نطلع قيمة البت الرابع، وراح يكون الناتج عندنا 57 والمتبقي 0. هاي هو قيمة البت الرابع. وإذا نجي لل 57 نقسمها على 2 راح يطلع عندنا الناتج 28.5، يعني 28 متبقي 1. هاي هو قيمة البت الخامس. ساعدنا ناتج اللي وصلنا له 28. نجي لل 28 نقسمها على 2 تساوي لنا 14، المتبقي 0. 14 على 2 تساوي 7، تبقي 0. عندنا 7 على 2 تساوي 3، المتبقي 1. عندنا 3 على 2 تساوي 1، المتبقي 1. عندنا 1 على 2 تساوي 0، المتبقي 1. هاي راح تكون قيمة الرقم 915 في النظام العشري. شي مثل لنا راح يمثل لنا 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1. إذا أردنا نتأكد نستخدم الميزان لاستخراج قيمة هذا العدد الثنائي عشرية. إذا أخذنا الميزان 1 2 4 8 12 64 168 128 256 512، راح يمثل عندنا هذا قيمة البت الأول، هذا قيمة البت الثاني، هذا قيمة الثالث، هذا قيمة الرابع، هذا قيمة الخامس، هذا قيمة السادس، هذا قيمة السابع، هذا قيمة الثامن، هذا قيمة التاسع، وهذا قيمة البت العاشر. راح يكون عندنا هذا مفعل وهذا مفعل هذا مفعل، هذا غير مفعل، هذا غير مفعل، هذا عندنا مفعل، هذا غير مفعل، هذا غير مفعل، هذين مفعلات. فإذا نجي نحسب 512 + 256 + 128 + 16 + 3 راح يكون عندنا الناتج 915. وبهذه الطريقة راح يكون ناتجنا صحيح اللي يمثل 915. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.